السلام عليكم، كنتمنى ان الجميع يكون بخير وعلى خير. هذا النهار غادي ندير بريوات لرمضان الكريم بطريقه سهله، ما كتاخدش بزاف نتاع الوقت. غادي نحتاج ليها نصف كيلو نتاع الفول السوداني اللي هو ديجا محمر. غادي نحتاج معاه كاس مع مرش نتاع السمسم الزنجلان حتى هو محمر. غادي نحتاج معاها معلقه صغيره نتاع القرفه، وغادي نحتاج كاس نتاع السكر سنيده حبيبات حتى هو ما عامرش. بالنسبه للسكر الواحد يستعمل على حسب اللي كيستطيع انه ياكل، كاين اللي ما كيبغيش السكر بزاف. هنايا باش غادي نجمع العجينه نتاع الفول السوداني غادي نحتاج الماء الزهر. بالنسبه للماء الزهر موجود في جميع المحلات هنايا. هنا يعني نقوم بطحن الفول السوداني مع نصف كأس نتاع سكر سنيدة ونصف كأس نتاع السمسم. غادي نطحن السكر مع الفول السوداني هكا باش كيتعلق شوية. غادي نطحن الكمية الأولى ومن بعد غادي نكمل هكا حتى نكمل الكمية كاملة اللي عندي. هنا غادي نحتاج زبدة ذائبة. بعد ما طحنت الفول السوداني مع السكر مع السمسم غادي ناخد الزبدة، غادي نضيف 7 نتاع المعالق نتاع الزبدة و3 نتاع المعالق نتاع ماء الزهر. هنايا ضفت ملعقة صغيرة نتاع القرفة وغادي نعجنهم مزيان حتى يبقاو كيحصل على كويرات صغيرين. انا بعد ما كملت تكوير الحشو غادي ناخد القليل من الدقيق الابيض مع الماء وغادي نخلطهم مزيان ما نخليش داك الكويرات صغيورين، وغادي نحطو على جنب باش نبقى نسد الورقه بيهم. من بعد غادي نحتاج القليل من الزبده الذائبه باش ندهن الورقه حتى هي. بالنسبة للورقة فأنا استعملت الورقة الجاهزة هكا كتباع على شكل طولي. هاد الورقة هادي استخدموا فيها النشا باش فرقوا بين الوريقات.
بعدين نحتاج الزبدة، أنني ندهنها بالزبدة مزيان باش كتولي رطيبة، كتفسخ بكل سهولة. بعد ما كملت الكمية كاملة، هنايا خديت مقيلة فيها الزيت على نار متوسطة، غادي نخليهم تيتقلاو على خاطرهم، ومن بعد غادي نديرهم في العسل ونصفيهم ويكونوا معايا واجدين. هكذا البريوات كيكونوا وجدوا معايا، غادي نديرهم في علبة وندخلهم الثلاجة نحتفظ بهم من بعد ما يبردوا مزيان. كنتمنى انهم يكونوا عجبوكم، فإلا عجبوكم ما تنساوش عفاكم ديروا ليا لايك بارتاج، شكرا لكم انكم تبعتوني حتى للاخر.